أرى أن روسيا في الحقيقة تحاول أن يكون لديها سيطرة أكبر، ليس فقط في العراق بسبب النفط، ولكن كذلك بسبب إيران. والسبب لذلك هو أن روسيا قامت بالدفع باتجاه إيران، ليس فقط لكي تكون جزءا من التعاون بين شنغهاي وإيران، ولكن كذلك لكي تكون جزءا من بريكس، من اتفاق بريكس، الاتفاق الذي يحتوي على البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. إيران الآن تريد أن تنضم إلى بريكس، وهذا سيكون إنجاز رئيسي كبير. وروسيا والصين ليس فقط في بريكس، ولكن كذلك في منظمة التعاون لشنغهاي. إيران ستكون لاعب رئيسي في الجهود المبذولة من قبل روسيا من أجل أن تنظر إلى الشرق وبعيدا عن الغرب، وهذا سيكون هو التطور الذي سيحدث. مع أن الولايات المتحدة والناتو بسبب أوكرانيا قاموا بتسريع هذه العملية، فسنرى المزيد من النشاطات خلال الأشهر القادمة وتجارة أكبر مع إيران. وفي الحقيقة روسيا وإيران وضعوا ما يسمى نظام التبادل العالمي، وهذا النظام سيسمح انسيابية جيدة من موسكو وإيران ومن خلال وإلى الهند من خلال إيران. فإيران ستكون منطقة محورية لها انخراط بكل الخطة بين دول بريكس وبين الصين من أجل إنشاء مثل هذه المبادرة. ستكون واحدة من عدة كوريدورات أو ممرات اقتصادية ستكون مفيدة، والفكرة كلها هو أن نصل إلى طرق لإزالة كل العقوبات الغربية. ستكون هذه العقوبات الغربية غير ذات صلة، والعراق قد يكون جزءا من هذا بسبب النفط الموجود في منطقة كردستان. سنرى بعض التغييرات الديناميكية خلال الأشهر والسنوات القادمة، ولن تكون بعيدة جدا. والفكرة كلها للعقوبات المفروضة من قبل الغرب، ما نكتشفه هو أنها تؤذي الغرب ولا تؤذي روسيا. وأسعار النفط الروسي، إذا ما كانت روسيا تبيع النفط، قد ارتفعت، لأن الهند والصين تستطيع استخدام كل النفط الذي يستطيعون الحصول عليه من روسيا، فهذا يجعل من روسيا تشعر بارتياح، والروبل قوي وليس ضعيف. العالم يتحدث عن التجارة بالروبل، ولكن هذا قد لا يحدث بالمنافسة مع الدولار، مع أن هناك بعض القيود كذلك حول الطعام. فبشكل عام روسيا يعني هي في القمة عندما يتعلق الأمر بالعقوبات، وأعتقد أن هذا الأمر يراه الغرب، ولكنهم لا يعرفون كيف يتصرفون حياله. لكن الأمور الأخرى التي ذكرناها كجزء من بريكس وكجزء من منظمة التعاون لشنغهاي، بدأوا بالحصول على نظام بديل كامل، وهذا سيضم العراق بسبب النفوذ الإيراني وبسبب المصلحة الروسية في العراق. العراق سيصبح محوري في هذه النشاطات، وبشكل متزايد النفوذ الأمريكي سيتضاءل.